رايحين على مغارة بارزو. هيدي هي حلقة الربيع. عنا هون السانتوريا سبيسيوزا اللي هي ما في منها بالعالم غير عنا. الوادي برمتنا بتكفي، نحن هلا من تاني ميل نازلة كتير قوية. بدنا نقول انه نحن بوادي الزخايف. اخر شخص مات فيا هو شخص حبيس. ردي. كنا تحت بوي فيرمات. الطريق اللي عم نمشي عليها هي طريق التوبة. هيدا أحلى شيء منشوفه لهلا. إلي مش معقول شو حلو فوق. بيتر صديقنا يلي بين بأول حلقة. المقطع اللي فيه عظيمة، طبختة عظيمة. إلي حتى روعة. المغارة تحتنا هلا. صعبة منها هيني. بكل حلقة تعلمت جديد، بكل نهار تعلمت جديد، بكل نهار فليت إنسان جديد. وعي الصبح، صوت العصافير، النوم بتاخد العقل، يمكن على علو 1400-1500 متر، طقس بياخد العقل، الهوايات روعة، برودات بالليل مش معقول، وعي مع ترويعة بتجنن، مشوار جديد، وادي قديشة، سادس يوم، وبعد في كتير اشياء نكتشفها، سامر سيزن، تالت حلقات بالصيفية تنشوف النباتات، الطبيعة، الأديار، كنائس، وشو عملوا جدودنا من زمان؟ بتبلش بترويقة بالأوتيل فيلا شمعون ومنقلع. وين الشباب؟ هيك أنا بأكل لوحدي ولا بلاقون. نمنا مبارع عشية فيلا شمعون، كان العشاء كتير طيب. فيلا هاي أند، حسيت حالي قد بنيس بفرنسا، شي كتير مرتب. الخبز هن بيعملوه، اللبنة هن بيعملوه، الجبنة هو بيعملها. العشاء مبارح كأنه واحد سافر على فرنسا، عم بحكي فرنش كويزين مع تاتش من الجبل، مع مكونات من الجبل. واليوم الترويقة زيت شي تخت كان مريح، غمرت على المخديتين، مي سخن الصبح، شامبوان، أدق التفاصيل كأنه بيرولي شاتو بالكمبان فرانسيز. هيك لازم يكون جاست هاوس بلبنان، هيك لازم يكون بيوت الضيافة بلبنان. بيت الضيافة هو شي كتير مهم، واحد يحس حاله ببيته، مرتب، معزز، مكرم، محترم. وهو الجماعة عاملين شغل كتير قليل تلاقوه منه بلبنان. الكل لازم يتقلدهم. ريحة منقوشة عخبز، ساوردو، بانكيك. واو، سمسم، زعتر، زيت زيتون، كل مكونات المنقوشة والجبل والأرض مع شوية لبنة على الوجه، بي 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 بخبزة طرية جوسي مويست من جوا.
بتحسوا عبالكم ترجعوا تمصوا تمكن رائعة ومحمصة من فوق. رائع رائع، كم طعمة، كم اختبار فيت بال. اجت هيدا لحسيتك رجعت استرديت ذكريات زمان 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 بالبيت، ذكرتني بجدي. بيض برشت يعني تنعمل تقريبا شي دقيقتين، بتكون بعدها ثلاث ارباع عناي، بتحطه بقلبها خبز محمص وعندكن جوا البياض والصفار. واو هاي تنشرب، طلعوا شوية خبز محمص بتصيروا تسقطون جوا وتاكلوا. ياي كلها نشاط وحيوية. رح امشي هلا اليوم كديك. طلع طلع دش. انا جربت اعرض على الشباب اذا حدا بده ما بدهم. ف واو شو طيبين هيك. انجأ دقيقتين محطوطين بمي سخنه، مش مستويين بس سخنين. يامي هيدا النشاط. وبنرجع بنقشط الابيض. كل شيء كتير طيب. بنقشط زعتر، بندوره، حطيت لها شويه جبنه على خبز صاج. شو هالنفس اللي عنده اياه؟ سبحان الله شو هالنفس اللي عنده اياه. خويت أنا من بشاري جبور فخري مزارع، حب الوادي كتير لأنه بذكرني بجدودنا القدامى، ولو من الوادي نحن منا موجودين هلا، لأنه لو ما هن صامدوا وضلوا نحن ما استمرينا، ولو الوادي ساهل كمان ما كانوا ضلوا، لأنه الوادي فيه مغاور وقدروا يعملوا حماية طبيعية، قدروا يتخبوا فيه، وكفاينا واستمرينا لكورون وباقيين ورح نبقى. اليوم رايحين على مغارة برزو وطريق التوبة اللي هي طريق مهم كتير هالبسوسة رح نحكي عنها. كيف كانوا الرهبان كل يوم يروحوا ماشي حفيانين من دير إصحية على دير مرليشع يصلوا كل الوقت، كانوا لأنه كان في انقسام بالرهبنة المارونية والمريمية، كانوا عم يصلوا طما يكون في خلاف بين الرهبان. والمحطة الأساسية اللي يقعدوا فيها هي مغارة الغفران، رح نروح نشوفها. اليوم نهارنا كله في فزع لأنه كل المغاور الصعبة رح نفوت عليها بالحبال، وهذا التشالنج يلي عنا اليوم. عم نطلع احنا وصلنا هلا تقريبا، يعني هيدي هي حلقه الربيع صح. والناس اكيد منتظره منا انه يكون في الوان على الارض. ليش ما في كتير زهور؟ شوف السنه تلجت كتير بشهر شباط شهر اذار، يعني شهر 2 3 ووقف الثلج، ومفروض يجي بعد الثلج شتة مي، ما قطشت الشتة كليا، مشان هيك بعد الثلج لازم يجي ميتها كل الزهر والحشيش كله يفرخ. السنة ناطرين الحديد هلا بعد ما بين شيء، بس متوقعين طقس شتي. الشتي رح... هو رح من بعد الشتوي دغري الطبيعة بتعيش 100%. احوش يلا
شهيد خميس بيير بوطنوس. نحن جمعية لبنانية للأبحاث الجوفية جرسال جروب ديتود دي ريشير سوتران دو ليبان. نحن شغالين على الوادي الجيل القديم، ونحن حاليا عندنا كثير اكسبيديشن بالوادي. عاصي الحدث نحن اللي اكتشفوا المومياءات بواسطة رئيس جمعية فادي بارودة، وهي اليوم اللي بحب يشوف التاريخة موجودة بالمتحف الوطني بالبيزمنت. يعني كل شيء اللي لقيناه بعاصي الحدث موجود بالمتحف الوطني. اليوم رايحين على مغارة برزو. هيدي مغارة موجودة بين الوادي بين أنوبين الضيعة وضيعة حوقة. هلا اللي حنفرجيكم إياها. امبارح فتنا على المغارة اللي شايفينها فوق اللي هي عاصي الحدث، وصعب كتير. أنا ما قدرت فوت، يعني صعب 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 ما قدرت فوت لجوا. فكم مغارة في مثلها بترجع بتسأل حالك سؤال إنه كيف كانوا جدودنا عايشين فيها؟ كان في يعني بالوادي هون حسب ما بنعرف وحسب المؤرخين اللي بيحكوا كانوا أكتريتهم نساك، يعني عاصي الحدث سكنوا فيها أهل المنطقة لما كان في هجوم المماليك عليهم، ومسمينا عاصي لأنها مغارة عاصية صعب الوصول عليها. بس بيقولوا لما كانوا النساك عايشين بكل يعني كل فخذ بالصخر، هيدا كان في ناسك او راهب او حدا عايش فيه، يعني وقت الصلاه يكونوا عم بيصلوا عم بيبخروا يصير كل الوادي بتفكر في غطيطه من البخور تبع الرهبان، قد ما كان في رهبان عايشين. يعني كل فخذ بتشوفه بالوادي هو كان مسكون. المغاور المسكونه المعروفه يعني مثل مثلا او المحلات مثل مرقبون، عاصي الحدث، برزو، عاصي حوقة، عاصي حوقة يعني هودول معروفين. هودول جزء يمكن ما بيطلع 10% من باقي المغاور المش معروفه اللي ما لها اسامي، اللي كان فيها سكن، اللي كان فيها تراث، اللي كان فيها نسيك. شو اقول اليوم اكتشفتوه كله او بعد في شيء تكتشف؟ ما يعني هذا حلم نكتشف كل شيء، بعد في كتير امور عم نشتغل تنوصل لها، بعد في كتير قصص ما قدرنا وصلنا لها، وبدها شغل وبدها سبونسرز وبدها دعم وبدها وقت وبدها مجهود خاص. يعني نحن عم نعمل نحن لأنه بنحب هيدي الهواية، نحن هاي الرياضة شغف عنا كرمال هيك، بس انه عم ناخد وقتنا وقد ما فينا نكون عم نكتشف كل هالتجوفات اللي بالوادي عم نشتغل بعدنا. يلا هلا نبلش نهارنا ومتعرف على الشباب اكثر. مثلا فتنا هيديك اليوم باكسبيديشن عم نشتغل عليه حاليا، وقفنا بس مشان الطقس محل ما بتتخيل. يعني انا فايت مع اتصال مع رئيس النادي انه معقول تلاقوا شيء، لنا بالحلم ما بنلاقي شيء. قاعدين 4 شباب انجا بزويين مزويين عم بيبروا عم بينبش واحد بتراب، بتلاقي كران قديم بمحل ما بتتوقع انه مخلوق يسكن بهذا الابري. يعني مي فيه صح، رطوبة فيه، خضار شمس أوفي فيه، برود فيه. في واحد يعيش هون بلا شيء؟ ايه يعني انا مأكد انه هن قد ما عاشوا هون صاروا يجربوا النباتات يعرفوا شو بيتاكل او لا. هلأ بهذا المتر المربع انه يكفي في اكتر من 10 نباتات فينا نسلقها، والحلو انه كتير منهم صيف شتاء موجودين. هيدا شغلة كمان ناس عاشت هون 300 او 400 سنة صح، تعلمت وانجبرت على الجوع صح، فبعتقد اكلوا من كل شيء وتركوا لنا اللي قدرنا نحن ندرسه او نحتفظوا فيه عن اللي بنعرفهم. عم بتقول نحن 10 نباتات هلا على السريع فينا نوقف ناكل نشبع. وفي الاشياء الطبيه رح لك على السريع، في تين حدنا تحتنا، في قره وجرجير، في شومر، في خبيزه، في ختمي، في زعتر حنول، في سوريا بصل بري، وطبيا في كزبره البير ورانا، في حشيشه الازاز، في كمان الاداره اللي هي من هون. شو يعني بس هذا المطرح خيالي. يعني هون عم بقول لك هلا على السريع بعد ما برمنا يعني نبعت مي تسليق شجره وفي واحد بعيش هون بكرامه. في لك بعد شغله، امبارح كنا مطرح صعب وحبيت لك اياها. انت احنا عم نعربش قلت لي انه تعمشق بالوزال، تذكر ليك الطبيعه الذكيه. يعني مطرح الوزال احنا بنعرف انه اوقات هيك سين ديجراديسيون، حتى الطبيعه بتساعد الانسان بتحط له النباتات اللي فيهم يساعدوه مطارح المنزوعة. يعني أنا عن جد بفكر فيها بهالطريقة، إنه هي بتفكر فينا نحن لازم نرد لها إياها. ما بعرف إذا وصلت الفكرة، بس بتحط لنا هو النباتات اللي نعمشق فيهم. يعني إذا عرفت تعيش مع هذا المحيط بتصير هينة. الإنسان بيطلب من غيره بيقول له احترمني وقف حدي زيح عن طريقي. نباتات ما بتعرف، الطبيعة ما بتعرف تحكي، بس الطبيعة بتعطي لدرجة أقل شيء إنه نحافظ عليها. ما تكبوا، ما تأذوا، ما تقصوا، وحافظوا عليها تتحافظ عليكم، واحترموا اللي قاطع من بعدكم. وهلا شفت شيء كتير حلو على الارض.
وهيدا اسمه آروم، هي بسموه لوف أو سم الحية بالعربي. إذا منتبه هاي بتصير سم الحية اللي أحمر وهيك. هيدا عندها أشياء خيالية، منهم أنه هيدا كلها هي منا زهرة. الزهرة هي في زهرة أنثى جوا، زهرة فيميل جوا، وهول بارت أوف زهرة. يعني هيدا بنسميها إنفلوريسانس أو عدة زهور. وإذا منتبه في دبان عليها، لأنه هيدا النبتة رهيبة تتعيط للبولينيترز، بتعيط للعصافير تيعشعشوا جواتها ليصير في روايح بشعة تيجوا الدبان لهي تتكاثر. فهيدا كان عم بقول لك 100 زهرة. هون في عندك زهور وهون زهور الأنثى، فهيدا الذكر وهيدا الأنثى. هي قصد حتى بيناتهم زهور يلي هن منهم يعني ستيريل ما بيقدروا هذا، فبتنطر بفتره معينه تعيط لدبان لينزلوا هون على هاي ليرجعوا يصيروا سم الحية. ريحتها غريبه هاي، شو مارك؟ تشبه شيء شايفه بالكتب. فهيدا نبتة اسمها داتيسكا عادة، هي بتطلع حد المي وبتدل انه في نبع وهيك. هلا لان ورقتها بتشبه الكنابس، سو قالوا عنها كنابينا يعني افيدو كنابس، بس ما فيها شيء يعني. هيدا البلانت اسمها إليكريزوم فيرجينيانوم يلي هي بيضة، اسمها العربي خالدة. هيدا الزهرة تبعها فيها داين سنب كمالها يابسة هيك، وبتطلع بصخور. وهيدا النبتة ما في منها بالعالم غير عنا بلبنان. ليش ما بتخلص بليبانيوتيكوم؟ مش ضروري، لأن هون عطوا الاسم على اللون الأبيض، ومش كل شيء بيخلص بليباني ليبانيوتيكوم في يكون بلبنان. مثل الأرز اللبنانية موجودة بكذا بلد واسمها ليباني. هيدا النبتة اسمها بارونيكيا أرجنتيا لأنها رمادية، سموها بالعربي تليجة لأنه بتتخبى هيك مثل لون التلج، واسمها عشبة الرمل. هيدا من أهم النباتات اللي بياخدوها بالطب التراديسيونال كرمال الرمل والبحصان. هنا هالصخرة عنا نباتات كتير فريدة. عنا هون السانتوريا سبيسيوزا اللي هي ما في منها بالعالم غير عنا. عنا ستاكيس باليستينا يلي هي لافنتين يعني بمنطقة الشرق الأوسط، وعنا تحت الجليول أو الزنبق يلي هي مش نادرة قد هولة بس كتير حلوة. نحن عم نمشي عم نشوف قد في نباتات مستوطنة هن هون، يعني القصص الفريدة دائما بتنقي الصخور وبتروح. هيدي كمان طريقتها لتحمي عن حالها. نباتات الكامن وين ما كان موجودة، مش مين ما كان من النباتات بيقدروا يطلعوا يعيشوا هالقد على صخور، وهول عن جد هن الفريدين يلي واحد عم يمشي بهالغابة لازم يطلع شمال يمين عليهم تيشوف الأشياء الفريدة لهالمنطقة. شو؟ أنتوني؟ نعم؟ شو اسمها البلانت اللي تحتك؟ كوكليكو. أكيد لا أنتوني. بهديك اياها، شو اسمها؟ هيدا اسمها أنيمون. أنيمون؟ اوكي، طلع وين كوكليكو؟ فتحت اجرك، هي الكوكليكو. كيف سايب واحد بعدهم؟ شفت فرق أو لا؟ أنا رح أجي أسألك بعدين سؤال عن الأكل وما تعرف تجاوب عليه، تعرف. بس تعلمت منك شيء جديد اليوم. شو حلو هالواد، وهيدا اللي بقي لنا. بقي لنا الأرض. تخانقنا على كل شيء، قشطونا كل شيء، تقاسموا كل شيء بالأصوات، وخاصة بهيدي الفترة. بعد باقي الأرض، الأرض إلكن، ما حدا في قسمكن فيها، بلدكن إلكن، ما حدا في قسمكن إياه. هالأرض مش لإلي ومش لإلكن، لأولادنا ولأولاد أولادنا، حافظوا عليها، واتركوها نظيفة مثل ما هي، تعوا لهون، أهلا وسهلا فيكن، هيدا بلادنا، هو اللي بلادنا كلهم سوا، بس اتركوها نظيفة، ورجعوا خذوا كل زبالتكن معكن. ما حدا يقسمكن كان ماني كرماله. عبالك يكون بيتك فوق، انا كمان، بس بيت فوق بينزع المنظر اللي هو منظر العالم كله سوا. اليونسكو حطت ايده هون لانه هيدا المكان للعالم كله، مش بس للبنانيه. انانيه مش لنا، نتركها على جنب وبنترك هيدا المكان لكل الناس يستفيد منه. كل واحد يبلش يفكر بحاله هو كيف يعمل التغيير، مش يكب على الغير يقول كلهم يعني كلهم. كلنا يعني كلنا. نحن غلطنا بحق بلدنا، صار وقت نوع. رايحين
رايحين على مغارة برزو يلي هي ما إلى طريق. يلي ما إلى طريق مثل ما شايف هيدا الحرش، بدنا ننزل زيكزاك تنوصل على آخر حرش سنوبر تنوصل على مغارة برزو. مطلب الناس ما تلحقنا 100%، مش كل المكان احضروها على الفيديو وبس، يعني مش كل ما كل ما أكيد ما يلحقوك مثل ما شفنا هلأ، ما لازم يلحقوك. أنا بلحقكم ولا ما بلحقكم. صار وقت التذكير، في كتير اشي عم نصورها الطريق ما بتوصلها ومنن للناس مثل هيدا المغارة. رح نترك الطريق الأساسية اللي هي الطريق لازم تمشوا عليها، ورح ننزل نزول بقلب الحرش. بليز دونت دو ات، ما تلحقونا، حضروها انبسطوا فيها وقدروها وخلوها محمية للأجيال اللي بعدها. صعبة ها؟ صعبة صعبة، يعني دعسة ناقصة بتصير بكعب الوادي. العدة يلي فيها السيفتي، الحبال، كل هودي. شو لالوس؟ شو؟ تنطرنا هون؟ لا لا بدي انزل. هيدا عاصي الحدا، عاصي حوقة. محل ما خبى يوسف يلا مشي بالاتراك. سنجاب بكلا كلها ما انه ترك لنا شيء لايك حتى بفضيه، حتى هول بيفضي متسلى بهودي تيفضي مزبوط. ها ترك لنا حبه، كتر خيره كتر خيره. شرب هيدا حرش متل كتير كبير من حرش محروق، صح. وطلع الارض رجعت صارت كلها خضره، كلها رجعت طلعت الشجر اللي زمط اللي حده رجع طلع، اكيد على الارض في سنوبر عم بيرجع يطلع، مهم بعيد عن البشريه وعن الناس 100%. رجع قلع. نحن ونازلين هلا كنا شايفين كتير سنوبر صغار عن يطلعوا، هيدي أهمية إنه لأنه تدخل الإنسان مرة بالزمن هوني وحط هودي سنوبر وكان عايش ناس هون، معناتها هالتأخي بين الطبيعة والإنسان لازم يكفي. مشان هيك نحن نرجع نشجع عملية المعزة تفوت هون، منخفف عمليات ريسك الحريق، والإنسان يرجع الجلال اللي كان يزرعها سابقا يرجع يزرعها، أكيد كان يحترم الطبيعة، كان عايش بتجانس وتكافل مع الطبيعة. قديش بتعطيها بتعطيك؟ مش بتعطيها منيح بترد لك منيح، واللي بتكبه بيرجع لك. ثقافة الطبيعة، طبيعة بس تحترمها بتصير عنصر فيها، مثلك مثل الشجرة، مثل سوري الديب، مثل الضبع، كله سوا بيعيش مع بعضه أنارموني بانسجام. هذا الحلو فيها. بالحلقة اللي قبلها تخيل، بالحلقة اللي قبلها 6 ساعات تقريبا، 4 ساعات روحة ورجعة، توصلنا على تاني نقطة اللي هي تاني ميل من الجبل. تاني ميل من الجبل يعني من هون لهونيك في مشي 200 متر هول هني، ما في شيء، برمنا كل الجبل. رجعنا هلا شفنا كل الطريق قديش صعبه، قديش كانت الانحدار قوي، وصلنا على تاني ميل. الوادي برمتنا بتكفي، نحن هلا من تاني ميل. شو حلو الاحساس، قلنا وقفنا وقلنا واو قديش وير لاكي انه يطلع لنا هيدي الفيو، هلا عم تطلع لنا المطرح. بالعكس مرت ماضي شفنا من تاني ميل سنوبرات كلهم سوا، وقلنا شو حلو الانسان شو عمل. عدوا معنا كم لون، عدوا معنا كم صخرة، عدوا معنا كم شجرة، عدوا معنا كم صوت. تعرف شو يعني اخوات وبتعقد وتعبانين، بس شو بقولوا بير بلاست بالعربي؟ فعلا مش هيك؟ ما بنحب كلمة محظوظين، بس شي بعقد يعني. قريت كلكم بحياتكم مرة واحدة بتعملوا هيدا الشيء. هالمرة عم نطلع من تاني ميل وعم نشوف كيف كانوا عايشين هون. يعني هيدا مرقبون، هيدا مرقبون مزبوط. الانحدارات بتخوف، وفي حفر وفي جوار وفي مغاور وين ما كان وين ما كان. بس عبالي اتخيل ايام زمان، واكيد بدي ارجع اذكر للمرة الالف الـ 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 الجلال والزراعة والطبيعة قديش كانوا عايشين هون. ميتشياليزم بالعربي شو بتصير؟ تعادل. تعادل. شو حلو شو حلو شو حلو شو حلو شو حلو. ها هي؟ كيف وصلتوا لها؟ كيف عرفتوا فيها؟ حتى مش مبينه من برا يعني، مسكرتها شجره. نو واي، ولا بتنعرف ولا بتنعرف. وهيدي كان ناس عايشه فيها. اي هيدي في قصه انه البطره كان يتخبى هون، وهي نقطه بتكشف على كل شيء. وليك وين الحبيس؟ وليك عاصي الحدث عاصي حوقه وين؟ وهيدي المحبسه تبعها.
هيدا كتير كتير نحن متفاجئين انه لقيناها. هيدا نوع ياسمين بيطلع من هون اسمه جاسمين فريتسانس اللي هي بنشوفها بالفيلات بلبنان. ليك وين طالع هون ياسمين اصفر بتعطي ريحه حلوه وفيها تعيش بالفي. عكعب الوادي نازله كتير قويه شجره وفي مخبايه. هيدا الباب اللي شايفينه هون اكيد ما حدا جاي قبل، اكيد ما حدا شايفها، واكيد انتم ما لازم تعملوا تجوا عليها. بس هون حبينا نفرجيكم اليوم قديش تعبوا قديش تخبوا قد لقيوا حيلا محل زاويه يقعدوا فيها بالعتمه جوا. واو قديش كانت ايام صعبه. بدنا نقول انه نحن بوادي الزخاير، وادي الابطال، وادي القديسين، وادي المقاومه، وادي الكنيسه المارونيه العظيمه. نحن هون على مدخل مغاره شخص العذراء او مغاره برزو شيك شربيل يلي هي جربنا يعني في كثير كثير اصول لتسميتها بس رجعنا اليوم لكلمه براس بالسريانيه وهي بتعني الدخول او يعني الواحد يفوت على الشيء على مكان معين. وهيدي تسميه منطقيه فينا نقول نسبه لمدخل المغاره. الهدف من هالمغاره هي مخبى للبطريرك. البطاركه هون قاوموا الاضطهاد ومنعرف اكثر من مخبى لهم. هيدي غير المخبى اللي ارتبط اسمه بالبطرك يعقوب عواد بدير مرديشا، هيدا مخبى ثاني. والبطارك اللي عاشوا هون قسم منهم طبعا استحبس بيعرفوا كتير منيح هالمخبة وبيتم نقل هالخبرية من جيل لجيل. وكانت الاخبار شربل بتقول انه بين النوبين وبين حوقة في مخبة للبطريرك. ويبدو انه بهالاكتشاف العظيم قدرنا نعرف وين كان يتخبى البطريرك المريض. هلا رح نشوف عدة انواع مغاور بوادي قديشة. في المغارة يلي بينوصلها مرة واحدة بالحياة بيكونوا الرهبان أو الأهالي ساعدوا الحبيس، وهون الفرق بين الحبيس والناسك. هذا هالحبيس رح ينزل مرة بالعمر يفوت لأنه استحالة يفوت وحده واستحالة يطلع وحده. بيفوت وخلص انتهت حياته هونيك وبينزلوه بالإحبال أو بشي طريقة معينة وقتية فات يمكن كل شهر بمرقوله شيء أكل يأكله رح يقضي حياته بالصلاة. إجمالاً ما كانوا يعيشوا كتير لأنه ظروف الطبيعة وظروف الحياة صعبة. خلص هذا شغلته يصلي للمجموعة اللي برا، أخذ ندر على نفسه. الناسك هو عايش مع بمنسكة في يطلع في روح، مثلاً مثل عيد مرم طونس الكبير كل الرهبان بيتجمعوا بمرم طونس صحية. هلأ أهمية هودي المغاور تتشوف التنسيق بين الأهالي وبين الكنيسة وبين البطرة. هذا المغارة مثل عم نشوفها هون انه مخباية بطريقة ما لها حدا، ما رح حدا يقفرها هيدي او يلاقيها الا المعاز. يعني كان اكيد المعاز مرق من هون اكتشفها خبر انه يا جماعة نحن بيوم من الايام اذا بدنا نلتجي لشم حل بدنا نخبي شخص ذو قيمة عالية هون ومستحيل حدا يلاقيه. يعني اليوم بالتقنيات طلعنا بالدرون كذا مرة ولا ممكن هيدي تبين علينا هيدي المغارة. وراح نفوت على قلبها ونشوف اخر شخص مات فيها هو شخص حبيس غطى حوله قبل ما يموت بالصخر من صدره وبالنازل لانه ما راح فيه، يعني حضر حاله للموت غطى حاله. وجينا لقينا الهيكل العظمي تبعوله مثل ما هو عامل هيك وميت، يعني زبط قبره ومات. خلينا نقول انه هالوادي مليان مغاور. وبيقول حتى فادي بارودي اللي اكتشف مع الشبيبة مغاور هالوادي وكان له الدور ريادي من حيّيلة، فادي واحد من الأبطال بهالمنطقة، إنه ما في تجويف بقلب هالجبال، ما فيه فخاريات وما فيه عظام حبيس. الدنيا مليانة بهالحبسة القديسين وهن اللي عطوا هالطابع للوادي، ومشان هيك هن بقداستهم وبأجسامهم وبصلاتهم اللي بقيوا ثابتين هن تخيرة لقلنا. ومن هون منقول نحن بكل هيك فخر بوادي الزخائر. يعني حوالي 800 مغارة هودي نوعا ما معروفين. ردي We'll be right back.
عم بربط طرف الحبل لأنه تحت عتم ما بنقشع الأرض بالنهاية تبعه للهوة. سو بربط طرف الحبل إن كيس أنا وصلت لطرف الحبل بوصل للعقدة ما بفلت عن الحبل وبوقع. نحن رح ننزل على الديسوندور لتحت. أنا تحت بوي فين متر بنرجع بنروح أدروات بنرجع بتصير باتجاه الخارجي تبع المدخل. كمان عنا توبو جون شي 15 متر بيرجع عنا بوي شي 8 متر وتحت صال حوالي 20 متر مربع. فورماسيون كتير كتير حلو. ورا ظهرنا على وجهنا دغري في بوي ناتوريل بجمع مي بحدود 3-4 أمتار مكعب مي صافية. يعني وقتها بالإكسبيديشن فتنا لجوا الملاقيين زميل قديم مقروف كانوا عم بيحاولوا يوسعوا البير تيجمعوا المي أكبر كمية مي فيه. بعادوا الشباب سوبر بروفيشنال بيعرفوا شغلتهم ما بيتسرعوا كل قرار بيتاخد عروي عن جد بعادوا عم بيقتلوا حالهم تنفوت بلا خدش ونفل بلا خدش بلا حتى ما وصخ القميص. ذوقة كتير مهمة. زبع زعتر رفيع بري هيدي الاكتلة هيدي الاوركيد اناتوليكا كتير منشوفها. هيدي الالبينوس تبعها كتير رير واحد يشوفها يعني البيضة. مرسي 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 يا هلا اهلا يا شباب ما في منكم وسهلا فيكم مرسي بوكو حبيب القلب ان شاء الله نرجع نلتقى اوكي ان حدا بده يدعم هالجمعيه ضروري لانه اخوات بتعب القلب الله يقويكم الله يقويكم يلا هيدا العظمه عظمه ميات ألاف الأمطار من الجليل جليل من تحت لفوق جليل من اليمين للشمال ضيعة صغيرة ما بينوصلها إلا من هيدي النزلة من فوق من الجبل أو من الطريق الكتير طويل 3 ساعات مشي تا واحد يقدر يوصل على أقرب ضيعة اللي هي كانت حصرون أو الحدد. حتشيت هون بشري وقرروا ونقوا يقعدوا تحت بكعب الوادي محل ما اليوم عم نفهم الطبيعة الخضار كل الجليل فيهم خضار في روايح في العصافير اللي عم تنقل محل لمحل والطبيعة عم بتعيش. أجيال اشتغلت وكل ما أرجع أوقف هون بتطلع وبقول هيدي هي العظمة. عظمة صخور حجار معمولين جل فوق جل فوق جل ضاينوا مئات السنين وبعدهم ونطلع عليهم ما في شي هزهم وما في شي. واو شو هالقصة. وأنا عم بمشي وقفت على بيت عرض الحيط 75 سنتي حجار وبتطلع وبتقول من جبون ما الأرض نظيفة وحده الزيتون. الطريق اللي عم نمشي عليها هي طريق التوبة يلي مشي علاوها الرهبان على فترة طويلة وقت وقع الخلاف بين الرهبنة المريمية والرهبنة الحلبية الأساس وقت اللي انقسمت الرهبنة كانوا رهبان ما نحبين يصير في خلاف ما يصير في انشقاق. هيدي الطريق سموها طريق التوبة كل يوم يروحوا ماشي حفيانين من إصحية لمرليشة يكونوا عم بيصلوا تا هالخلاف ما يصير. صار الخلاف بس نشأت رهبانيتين ورهبانيتين حلوين كتير عندهم قديسين وعندهم خوارنة عظيمين. Thank you.
واو شو هالطعمة، واو 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 شو هالطعمة، مقدس أكيد. آسيا. شو مر آسيا؟ عرس الجبل؟ طبيب الحكيم في قديس اسمه آسيا، كتير كان يعمل عجائب حلوة، وقت الهارب اجوا تخبوا هون وهو بقي هون وصار عنده أتباع. نحن بالسياسة ما بنفهم وما بدنا نتعاطى سياسة أبدا، بس حدا عنده معمل كهرباء راكب خالص مخلص معمول من أيام كتير زمان بيوقفوا ما بيشغلوا؟ مين بده يشغله؟ أنا؟ أنت بك تشغله؟ بديش شي واحد مسؤول يشغله. طب اذا المسؤول ما عم يشغله ما عندكم تدخبوه؟ ولك كيف؟ لك ما كيف؟ معمل كهرباء بيقدر يمشي لكل المنطقة واقف لانه في شوية حسابات فوق. ضغط المي بتظهرني، عم شوف كهرباء عم تروح، ما عم شوف مي، عم شوف كهرباء عم تروح. فينا ندور فيها كل المنطقة غير كميات المي، بس واو واو. هون شيء كتير حلو، في نباتات المي، عم نشوف كلنا صفصاف، هلا إذا طلعنا وقت بنخبر عنا. شفنا تين، ورانا في غار، وأهم شيء نحكي عن الزمزرية، خبرنا عنا شوي شربت. الزمزرية اللي هي سيرسيس سيلكواستروم، شجرة كتير حلوة، بتزهر من أول شجر بيزهروا بهذا المستوى، بتبين زهرتها الزهرية أول شيء، بعدين تجي الورق، بسموها بغير مناطق سجرق. الزهرة بتتاكل بالسلاد، هلا إذا بندوقها فيها أن بو سكري. تتاكل بالسلاد كتير طيبة. يقال عنا بالفرنسي لاربر دو جودي أو جودا تري، يقال بالتراث الشعبي إنه يضاس شنق حوله على هذه الشجرة. هلأ بعد في كتير أشياء، هيدا نبتة إذا بدك شجرة كل السمبول. أولاً هي بتعمل شيء اسمه كولي فلاور، يعني الزهرة تبعها بتطلع ديركت على الترون وتبين كأنها كمان عدرة عم تبكي، مش هيك بسموها لارم دو ماري. قلبها ورقتها مثل القلب، عشان هيك كمان اسمها كور دو ماري. الكلمة اللي قالها شرب السجريقة أو زمزريقة جاية من كلمة فينيقية كتير قديمة بتعني الشتلة للون الروز، وفي كتير ناس بشبهوا الفواكه اللي بيطلعوا بعدين على الشيء اللي كانوا يعملوا فيه النول بعدين، وهيك جاية اسمها. نبتة طبية مستعملة كتير. عم بطلع على مهلي. شو عم بيقول راسك؟ محتال، عم بيقول راسي رائع، ذكرني ب جبل موسى نهر ابراهيم، كمية المي الموجودة هون، الخشب اللي فايت ببعضه، الفجار على كل الجبل، كمية الخضار بتهبل بتهبل بكل برميتنا. تالت حلقة هلأ بهالمحل، هيدا أحلى شيء منشوفه لهلأ. Enjoy. شغلة يعني حد هلا قديش سنة مشين بالوادي؟ هي أول مرة قد مطعم، يعني هي أقسى واحدة. أنا مفكر إنه إذا ما قدرنا نرجع إذا ما نقعد هون شو بيخلص من لسانك؟ إيه. إيد زعتر وين ما كان؟ أها لحد السماء هلا. من وين بدي أجيب لك سمسمة تاكل زعتر لما تنق؟ بدك تلاقي لي شوية قمح تنعمل منقوشة. قديش سعر؟
اليوم ومبارح من أصعب 3 حلقات. يلا عم نصورهم انت انتم متعاملون. وصلنا على جنة، شقفة من الجنة، الدراج الخضار، زهور البيض، سنجاب طالع من هونيك. واو عن جد، واو سنجاب اللي بدهم يحضروا عن جد سنجاب. بس ما لحقني. نحن هوني بكنيسة مرقاسيا اللي حدها هي مرشاليطة، كانوا قديما مرقاسيا ومرشاليطة. مرقاسيا هو الطبيب أوسيو بالسرياني، بتعني الطبيب، وهذه كنيسة عجائبية لأنه كانوا طبيب الأولاد الصغار يلي يوقف النمو عندهم. كانوا الأهالي من المنطقة كلها سوا يجيبوا الأولاد الصغار هون، حتى لما كانوا مرضى يجيبون يقولوا الصبي مكبوس، يعني عنده مشكلة، يجيبون لهون. الدائر هوني انسكن بعد ما اجوا الاحباش بالسنه 1470 ل 1480، هن واليعاقبه كانوا شويه متصالحين مع بعضهم لانه كانوا بيتبعوا ديانه واحده اللي هي الايمان بيسوع بالطبيعه الواحده، الى ان رجعوا الموارن اللي هون يلي اتبعوا الطقس الطبيعتين ليسوع المسيح الاله والانسان، رجعوا طردوهم كليا من المنطقه من هون. مشان هيك بتشوفوا هون الكتابات، هي كتابات حبشية، الرموز الدينية كصليب، حتى رسم هوني بنشوفه على المذبح، هذا ولا مرة كان شرقي، هذا اجا مع الرهبان الأحباش من أفريقيا. الأيقونات، الرسوم هوني، الأرشتكتور مارونية، هند اجوا بمرحلة معينة هون، كانوا اليعاقبة قاعدين هون، اليعاقبة سكنوا هن والموارنة بنفس المنطقة، بس كان في صدام أكيد بين بعضهم لأنه ما كانوا بيؤمنوا بنفس الطبيعة يلي بيؤمنوا فيها الموارنة أو الملكيين يلي اتبعوا روما. ينزلوا منحصرون، ينزلوا الأولاد يغطسون جوا، اللي يقدر يفوش على المي يعتبروا أنه هذا إذا كان رح يموت رح يرجع يعيش. هذا من التقاليد اللي تقاليد الشعبية، التراث الشعبي كيف كانوا يتصرفوا. بالنهاية كان إيمانهم قوي، حسب إيمانكم تعطون، وهيك كان يصير معهم هون. هاي شو مار؟ شوبينيون، من أغلى شوبينيونات تتاكل، بس مش كيف ما كان، يعني أحسن تنسلق وتتاك قبل ما تتاكل. إيه لا ما تعملوا منه قصة. يس نايس، برافو. اللي مش معقول شو حلو، فوق حلم واحد يكون عنده بيت تحت مغارة، مي ضالعة من ورا المغارة، عنده منظر روعة، كمية المي، رطوبة، الأجواء، الحياة، هي أحلى شقفة بكل هالست مرات يلي فيها حياة ماركن طاير. شو بنعرف عن مرقاسيا؟ مرقاسيا أو مور أوسيو بالسرياني هو هالقديس اللي عرف بالقرن الرابع للمسيحية، بيقولوا عنه الناسك المتوحد الكامل، وبالمخطوطات يعني بيكتبوا عنه أنه صيته زاع بكل أنحاء العالم. هالقديس اللي تلمز على إيد القديسين كمان الرهبان بسيناء برم، وين ما راح وصل لأنطاكيا، وين ما راح كان بقوة صليب المسيح يشفي المرضى، مشان هيك هو شفيع المرضى. بدنا نقول بعد على أهمية هالكنيسة بالصليب المصلب الأطراف، يعني هو فريد بكل هالمنطقة بشكله، وبدنا نقول إنه بتعود للقرن الثامن، وفعلا هي تحفة وجوهرة من جواهر هالوادي المقدس. كثير حلو، هذه ثاني مرة ببرميتنا بنشوف هذا النوع من الكتابات، هالنوع من الحبشية اللي قطعوا
مرة هالميل بالآخر هالمرة هالميل قديش في تاريخ وقديش في قصص بهذا الوادي العظيم. وبدنا نقول أنتوني الحلو بهالمشوار هيدا اليوم إنه كلنا بس نتطلع صرنا نقدر نقول يك هون مرقبون، هون النوبين، هون حوقة، هون عاصي الحدث. يعني صارت خريطة قلب الوادي بعقلنا مثل ما هي بقلبنا، وهيدا شيء عظيم وفخر كبير لنا إنه نعمة مثل ما أنت بتقول إنه قدرنا برمنا وقلبنا فتح لهالمطرح الرائع. فرجينا للكل إنه واحد مثل واحد بيقول أنا جي أنا زرت لبنان، ما في شو زرت لبنان، وين بلبنان؟ فهون زرت شيء، أنا زرت الوادي بنهار كتير بعيد. تعوا أكثر عيشوا منه، تشبعوا منه، لأنه رائع 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 رائع، وفي شيء لكل حدا بكل موسم. مليون بالمية. بيتر جوع، شو بدي أقول لك؟ ما طعموني شيء من الصبح. أوه في طبخات تقليدية قديمة. هريسة. هي شو هريسة؟ هريسة الدجاج. عم تمزح؟ ايه بعدها سخنة. حط لي الطنجرة وطعميهم خيار. بيتر صديقنا يلي بين بأول حلقة وتاني حلقة تالت حلقة ما قدر، كان كوفيد شوي عم بيشغنجو، وهلا رجعنا. زيتونة محل هيدا اللي بكعب الوادي على المدخل اللي بيعملكم أكلات تقليدية بالطنجرة التقليدية، وبدي اكل هريسة قبل ما كفي المشوار. هريسة ما بتاكلها فيها بصل؟ اوكي مجدرة لوبي قلت لي؟ ايه ما فيها. مجدرة شو؟ محشوشة. محشوشة مش بصل عادي. وهيدي فينا اكل؟ هيدي فيك تاكلها. خبرنا عنها كيف بيعملوا؟ هيدي اخذ شي 7 ساعات غالي تقريبا. ايه على الحطب برا. اوكي تاخذي اكيد بتفوت بالحطب على الدست. قصة كبيرة. فوت هيدا نقعد برا وناكل كلنا سوا عادي. لا فيك تبلش هون وبرا ما بنقول انه بالله. بتسأل السؤال قبل توم؟ ايش ما في توم؟ اكيد لا. شكلها رائع، المختل فيه عظيمة، طبختها عظيمة، ريحتها روعة. بقطع من خارج شوية توم، فرح نتأكد وشوفكن عم تاكلوا شيء كتير طيب. بنصح كل انسان يكلها لان شيء رائع. الهريسة تقليدية قديمة من الضيعة. جو هريسة جو. يلا انجوي شباب. شو مارك؟ انا ما بعرفكن انت، بس ليترالي في اطيب مرة باكل هريسة. طيبة بشكل ما علمنا شو بيقولوا على هريسة، بس انه واو. هذا شو؟ خلص عم ليد غنم يلي فاضي على القورمة. اوكي نقلي فيها بيض. ايوه احنا هلا بنقول بمن اليوم سبت النور عند كويت هالروم، وبكره بيقوم المسيح. بنقول مشيحوا قوم من بيت ميتة، المسيح قام بين الأموات. التقليد القديم كان يقول، ما كان يقولوا لا نحن شهود على ذلك ولا حقا قام، كان يقولوا بالسرياني مودينان ومهيمنينان، أو مهيمنينان ومودينان، أي المسيح قام بين الأموات نؤمن ونعترف. هذه كانت أساسية. فمشيحوا قوم وقالوه عمان وعم لبنان. اطلع لبرا وشوف حال عليهم وقل لهم انه انا عملت ساندويش غير شكل. انا دبرت حالي بالغداء ايه، فما تغاروا مني بليز. ساندويش فيه 3 بيضات وبندورتين ونعنع ويعني كمشتين لي هيك بس وخفيف هو، بس كله بلد. ما تخاف عبالك دوما احمد هيدا عبالك طعمينا مثل اكيد ما بدك ايش بعد بدك. معقول ما فوت زيت له للجامعة؟ مش معقول. تاكا خويت. لا قهوه فنجان قهوه. شوف كيفك تعملها افضل. طوله على كتره. تاخد نفس. طيب لك تعمل لها هيك؟ والله اجيت بطل قبل. عملت قريبة أو بعيدة؟ لحظة بدك تبرم من يمين شمال. بيتر ميرسي.
يا بدي احط سكر بالنعوم. يلا نحن بعد عنا وقفة وحدة أساسية مهمة مع هالبطل اللي صار من الصبح بيمشي معنا ونخلص عنه. خايفون الصغيرة. مع جراس اللي عم بدق بالآخر بهالجبال بهالوديين صار وقت آخر وقفة بثالث موسم. هيدا الوقفة اللي هي كتير مهمة نطلينا من مبارح اسمها مغارة الحمام، اكتشفوها الفرنساوية تقريبا سنة 2000 وكتير صعب الواحد يفوت عليها. الطريق ما بتوصل له، بدها بروفيشنالز، بدها شريط، بدها رابيل، وان الله راد رح نفرجيكم صور لأول مرة. أول مرحلة هي نزلة بالوادي عشير. عرفت انه في مجموعة فرنسية ضلوا 15 يوم تقدروا فيتوا على مغارة الحمام، وكان في تحدي بيني وبين شباب من بشاري انه انا بقدر اوصل له خلال 10 دقائق ماكسيموم، وصار التحدي وقلت له انه بقدر اوصل له بنص ليل كمان. قالوا لي لا مش قادر ولا وهذا عم تنفخ حولك. جينا تاني يوم نصبت حبالي ونزلت بتسع دقائق كنت بقلب مغارة الحمام. بعد يومين بيجي لعندي شباب بيقولوا لي هاي المغارة مليانة ذهب وما ذهب وبدنا ننزل مكانات. قلت له يا عمي كلها زبل، ما في لا ذهب ولا في شيء. بقى نزلوا ونزلتهم وسحبتهم لجوا ومعهم مكانات ويفحصوا وطلعوا ولم شيء مثل العودة. أكيد في ناس، في إنسان ما رأتها المغارة من مطرح ما بننطلق من شفة الشير للوادي 175 متر. المغارة هي بتنزل 50 متر، إذا بننزل بلبل بتصير بعيدة عنا بحدود 30 متر لبعيدة ولفوق. في إنسان مارق لأنه هلأ راح نشوف إنه في حجار معمرة هندسياً، في بير محفور بالصخر مترين بمترين تقريباً، محفور كمان إنسان حفره لأنه كتير مزوى وشي مرتب، وفي هيك كم مغارة صغار مبينين كانوا مثل غرف منامي. الأوتوستراد ما صار له زمان 10 سنين، هيدا كنا ننزل مع كنيسة مرسي بطريق أجر 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 تنوصل لهون. المغارة تحتنا هلا فايتة لجوا، بدنا عنا مسافة 30 متر لجوا وعنا شي 9 متر هايك لفوق، يعني بدنا ننزل ونفوت هايك لفوق. هذا الحابل هيدا نازل مبارح نزلته، نازل ولافف ووصل على المغارة لجوا على المغارة تأسحب حولي فيه، وهذا رح ينزل فيه هلا إذا الله راد يعني خلال 4 دقائق بكون تحت، ما بدها أكتر. عنا من هون للنهر تحت 175 متر على الأرض، من هون للمغارة عنا 50 متر، من المغارة لكعب الوادي بيضل عنا شي 125 متر. هلا بدك تقول كل رأيه؟ كله 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 كله؟ أنا بحس أنه أنطوني فرجينا لأول مرة الشيء ما لازم نعمله. نحن دائماً بنقول لك اللي عالم لازم يكون very safe، ما نعمل أشياء ما فيها نعملها. بطل عمرنا 20 سنة. لايك أنا بنصح العالم تكون مهاوش لمثلي، لأنه اللي بيضل very safe أخو ما رح يعمل شيء بحياته. لا لك يالله أنت موجود وكل شيء، بس الناس بدها تحضر لازم يعرفوا انه انت مرن 20-30 سنة. ما تردوا على نحن اثنين على بالبريه خلانين وما بنعمل هذا الشيء. بكل شرف هطة وفزيع ورح نهرب الفاو والسياره ما بقى في احلى منها. وميت درون ده شو حلو شربي له 100 كلمه جبان ولا كلمه الله يرحمه. لك في الله يرحمه ما تصدق. لك اذا كسر ما في الله اذا كسر اضفري ماني ايبي الله مع الغشيم عطيه. يلا بنتلاقى بالمغاره اذا الله رود. عم بعمل هالشيء على مسؤوليتي انا، ما بنصح هذا نهائيا يعمل اللي عم بعمله، لانه انا عندي اشياء بدائيه، ما في سيفتي، ما في شيء، ما بتمنى ما حدا يعمل اللي عم بعمله انا، بس لانه انا عندي ثقه بنفسي وعندي ثقه باللي عم بعمله، مشان هيك بعمل هالخطوه هيدي، وبنصح ما حدا يعملها نهائيا الا ما يكون معه مدرب او يكون معه واحد عنده خبره كثير كثير قويه مع عده جديده وسيفتي اكيده واحد واثنين وثلاثه كمان. غارة الحمام صارت تحت منا هون بشي 50 متر تقريبا، وبتكون فايتة لجوا شي 30 متر، وبعد لفوق يعني الحبل نازل بلبل بعيدة عن الحبل هي شي 30 متر ولفوق شي 10 متورة.
وهلا تحت من كمان باخذ كم لقطه وبنشوف كيف تجي اذا الله رضى. هيدي هي مغارة الحمام عن قريب. انا نزلت من فوق، نزلنا من فوق لحي هون. هلا بدي اسحب حولي لجوا، عنا مسافة شي 20-25 متر. هيدي هي مغارة الحمام من جوا، من تحت لفوق في علو شي 25 متر، من كعبة لسقفة لفوق. سموها مغارة الحمام لأنه في تعشيش حمام كتير، وخصوصي هيدي الطاقة اللي فوق مبين هون علينا البراز تبع الحمام والريش. وهلأ لما نزلت أنا طار شي 20 حمامة من جوا، منشان هيك بيقولوا لها مغارة الحمام. هيدي هي، هيدا سقفة، هيدي حيطانة. منتوطى شوي عن السقف منوصل لهون. هون هون في بير محفور بالإيد، هيدا مثل ما انا شايفين هلا، هيدا محقن كانوا ممكن كانوا جمعوا فيه مي، محفور بالصاخر. بيطلع شي 2.5 ب2.5 الغمق لحد هلا مبين علينا شي متر من غمق البير، بس كله مليان زبل حمام مبين هون. هيدا اللي عم نشوفه هلا، زبل حمام. في تين مفرخه هون مثل ما انا شايفين، كمان في حجار شغل انسان، يعني انسان مقصبهم مجهزهم ومزويهم. هاني كمان بنشوف هيدا هيدي شقعة الحجارة، هيدي شقعة الحجارة مباينة. هيدي انا شقعتها بال2001. مبينين كمان حجار شغل انسان مثل ما انا شايفين هون الحيطان. هيدا البير، تحت البير كمان بشي 5 متر تقريبا مثل ما اني شايف من هون، مثل ما بنشوف من هون في حائط كمان شغل انسان مبين معمر لحوه. هيدا الحائط اثار انسان مرق من هون. تحت مني تقريبا تنوصل لكعب الوادي تقريبا في 120 متر. هيدا النهر تحت، الحد هلا مش معروف كيف الانسان وصل لهون، بعد ما حدا عرف. هون مثل ما انا شايفين في سرداب، يعني مثل نفق فايت بالصاخر فوق مغارة الحمام بشي 30 متر. في كتار كانوا يعتقدوا انه كانوا يفوتوا، كانوا في حدا كان يفوت من هون ويوصل على مغارة الحمام. تأكدنا منه هيدا غميق لجوا بس مسكر على اخره. في حمام كتير، ومن تحت حتى مغارة الحمام ما فيها ولا منفذ، يعني تواحد يقول انه وصلوا لهون. تواحد يطلع من تحت لهون 100 متر الصندار عداي وجراي. صعبة منها، يعني بدها اعصاب بولادية تواحد يقدر يطلع المسافة كلها سوا.
بس عندي 20 متر وبوصل لفوق. توب. كانت هينة في دراج تحت. نزلت على الدرج، طلعت على الدرج. اي داريو. لك هينة كانت. ايه ايه. ما شفتك بالدرون. لا يك. ما بدها شيء. كنت انا عملتها، ليش خوفتني من. ايه طبعا. انت اش بيقولون تايخد شو. توت. تايخد شو. تايخد الافضلية شيء هيك اش بيقولون. تريدينج مدري ايش هو. تعرف اسري لي امتارجي بطل 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 حبيتك كثير حبيتك روق قالك انا حبيتك تاخذ الدعويه انا ايش بدك تنزل انت طب هيك نقول لكل الناس اللي اليوم حضرتك عن جد انت زلمه بطل تنتبه ميرسي انا خايف صغير ما عمره 20 سنه شوي اكثر ومع كل هالعمر بعد فيك قوه فحرام هول الشركات العالميه تبع اللي بيسوقوا بيعرفشوا وبيطلعوا بالبسيكلات وبيطلعوا عسكي ما حدا منهم يحكيك انه انت من مشرب وبتسوى كل الدنيا يمكن بعدين انت واحد من اقوى اللبنانيين الموجودين اسوى كل الدنيا بنظر مارتي يو ار غراب على الكاميرا كايدا والحب مرسي مرسي على وقتك مرسي على معلوماتك مرسي على الوقت اللي حطيتينا اياه على يومين مرسي على كل التحضيرات مرسي مرسي بحبك بحبك كثير مرسي تاودي 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 يعني مرسي بالسرياني شكرا تاودي ساقي كثير مرسي لازم نحضر حلقه بالصيف بعد شي وحده رابعه يصير فينا نسرق كرز نسرق تفاح نسرق فواكه هلا فينا كلنا شيء نحن كنا عم نقول كثير صيفيه هيدي المره بس هي حلقه الربيع وان الله راد حلقه الصيف تكون خفت المي وبنشوف اشياء بعد كثير احلى واحلى اكيد مرسي مرسي باي باي شباب هيك عم بياخد العقل بأول حلقة قلنا تعبنا كتير ما قلناش عن عيدها وعدناها بتاني حلقة قلنا طب كتير متعبة من عيدها وعدناها واليوم بتالت حلقة سوبر متعبة وأنا بعيدها انت حسبهم ثلاث حلقات هن فوضو ستة ستة ست ايام بقلب هالمشهد اللي بياخد العقل اللي بدنا نقوله قد ما نقول رح يبين ضعيف قدام كل الحلقة اللي شفناه وكل التعثر يلي كان واضح بكل الحلقات كلمتين صغار هون الهوية هون الذاكرة هون القلب هاي بخيرة الماضي والحاضر والمستقبل مهما اجا طغاة مهما طلع من عنا طغاة كلهم رح بفلوا ولبنان بيه انا كتير مبسوط فيكم وتعبنا بس انا يعني حاسس بقديش يعني ما اعرف شو نقول يعني بس قديش عنا نعمة اكيد انه نشوف اللي شفناه وانه نكون عم نخلي كل العالم يشوفه اللي احنا عم نشوفه والعالم شو عم يقولولنا بحس انه هيدا احلى شيء عم بيصير بحياتنا ليتلي بكل حلقه تعلمت جديد بكل نهار تعلمت جديد بكل نهار فليت انسان جديد بكل صدق بكل مره التقيت بحدا بكل مره فتت تحت باب تحت قنطره بكل محل ركعت وحنيت بكل صوت بكل عصفور بكل نبات بكل شجره بكل باب بكل حجره انا تعلمت جديد اليوم بحب لبنان اكثر من حيالله وقت ممكن صار لنا 10 سنين وما استسلمنا بعد 6 ايام صرت حب لبنان 20 مره اكثر وبقول يلي ما بده اخر همنا نحن لبنان لقلنا نحن رح نحافظ عليه رح يبلش عنا مش نقول ويننا رح نبلش نقول بتبلش عنا بالتنظيف بالترتيب بالتهذيب لبنان اللي بيشبهنا وبقى لنا وهيدا هو 400 سنه 400 سنه وما فلوا 400 سنه وبقيوا هون 400 سنه وقالوا لبناني بيرجع بيطلع لبنان باقي ونحن قدها ونحن باقيين وهن اقوى اساتذه لقلنا 100% حلقتنا السادسة بسيزن 3 تخلص وان الله راد رح ترجعوا تشوفوا بعد وحدة لانه لازم نغطيها بكل السنة لازم نغطيها بالاربع فصول انت رح تكون قاعد هون ونحن عم ننسأل نهار بيعقد بيخلص هلا وفينا قلكن عم نتقرب من بعض بمكسيما بشكل مش معقول وبنحبكن وبنقلكن لبنان لقلنا مش لحدا ورغم كل شيء نحن باقيين Thank you.
يتعودوا فوقنا. ايه جاي بس قضي نهار معنا؟ ايه بس هيك؟ امي احنا بلش. لا من عشية من عشية بتعرف. ايه بتقول يا رايت ما هي عربي 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 عبشروني، لك ما علمتهم حكي البشروني اسمه. نحن صار له ساعة بقلنا هو اللي نحكي لبناني هيك قال لي. لك لبناني بس عانيت في جوردي. فهمت عليك جوردي. جوردي ايه هيك بتتعلم الصلوبة والواحد. اوكي، إذا أكلت شو يصير؟ والله عبيل أغمرتهم يا شباب. هيت انبعد. صبر انا عم بتحقق احلامك اليوم عن جد. انا عم بحقق احلامي انه انا معك بالوادي. ايوه. كل هول كرمالكم تستاهلوا كل شيء. حسن بالسواقه محسن. ايه زبطت زبطت. برافو انتوني. دايما بتزبط. برافو انتوني. تعبت؟ رجال ما بتتعب. وحوش. ايه هيك بيقولوا. شو انا بزعل انت بضغطي حسين؟ داي تليفونك رح جاي بعد القهوه بتاخذ. كثير قوي. انت اول واحد. بس تليفوني هو في يهرب ويفل. لك يو ار. شو يعني يو ار؟ يعني انت هيك. انت الدنيا. كارت سبيشل.